فنيا المفروض يكون هذا الجهاز سيء بالكاميرا الأمامية بسبب انه 32 ميجا بكسل على 2.5 اف، فالمفروض ما يستقطب إضاءة بشكل جيد في المساء، وعدد البكسلات العالي اللي تحتاج منه سناب عدد أقل راح يضغط الصورة فما تطلع صافي عند الآخرين. ترى المفروض اللي طافوا يكونون فيديوهات تطلعوا عندي صور، ما أدري إذا طلع عندكم فيديو ولا لا علشان أكمل، بس اللي واضح أن الجهاز هذا في مشكلة حقيقية بسناب. عموما راح أعيد لك، أنا كنت أتكلم عن جهاز هواوي ميت بوك إي واللي قدم لي شاشة ممتازة وتجربة نقل ممتازة. أنا أخذته والله ما أبي منه غير تصفح، ولكن مع تواجد ثندر 4 اللي متواجد هني مع تواجد البصمة وقوة الشاشة وأداء البطارية أعطاني نتائج أنا مستحي أقولها لكم، لأني دائما أشوف هواوي أقل من التطلعات، لكن بصراحة الجهاز هذا من أجل اللي عجبتني أعيب عليه شيء واحد، أن الكيبورد مو مضيء، يعني مو مهم بحيل بالنسبة لي، لكن بصراحة تجربة غريبة بالنسبة لي أن هواوي تقدمها الكفاءة هذه. أكيد شاشة الأولد والثندر 4 والبصمة وحجم الجهاز ممتاز. أخذت أنا نسخة الآي 5 8 رام 256 SSD NVMe طبعا على ويندوز 11. الغريب أنه قاعد يعطي أداء جيد على ويندوز 11، يعني أنا مستغرب، أنا عندي أجهزة أقوى منه ترى أداءها أضعف على ويندوز 11، فأداء مستقر على ويندوز 11 وهذا الأمر غريب بصراحة. أيضا لو استخدمت الجهاز كتابلت بدون تابلت مود يعني على الديسكتوب عادي أيضا راح تلقى أن الأداء ممتاز. طبعا ون درايف على الكلاود راح ينزل يحتاج وقت، تمام هذا كلاود راح ياخذ وقت، خله يحمل الستارت والسكرول واللمس بالاصبع وغيرها، الاداء عالي على هذا الجهاز بصراحه. من الاجهزه اللي عجبتني ذكرتني بالثينك باد اكس 1 او اكس 12 اللي هو 2 ان 1 يعتبر جهاز ممتاز، ما رشحته عبث، قاعد ارشحه لك لان بصراحه تجربه نظيفه بالنسبه لسعره. سعر انا اخذته 235 دينار تقريبا. هذه النسخة اللي أتكلم عنها اللي هواوي ميت بوك إي، خلنا أثبت لك بس الصورة، اللي هي i5 11 الجيل 11 جينريشن على ويندوز 11 256 NVMe 8 رام، وأيضا النسخة هذه متواجدة محليا، أنا ما طلبت شيء من الخارج، كيبوردها عربي، الكيبورد كان مرفق مجانا معها، طبعا يكون صندوق مفصول عنها يعني هذا هو، وفي نسخة يكون معها قلم، أنا أفضل i5 بسبب موضوع البطارية ترى. مساكم الله بالخير او على حسب يعني صبحكم الله بالخير. تجربة سريعة لجهاز جالكسي فولد 4 من اسوأ التجارب اللي مرت علي من اجهزة الفلاجشيب، يعني في اسوأ منه ميد رينج مثلا، لكن كفلاجشيب من اسوأها، الريشو فيه مشاكل، التطبيقات فيها مشاكل، جهاز ما تقدر تخليه بيدك تعتمد عليه، جهاز سيء ما قدر يقعد بيدي يومين. يعني خلنا اعطيك مثلا من المشاكل البرمجية القديمة، كبرت الخط، صغرت الخط، كبرت المقاسات، غيرتها، عدلت فيه، رقعت فيه، جهاز لا يصلح للعمل. الشاشة الأمامية طوالية بشكل غبي، الوصول لبعض الأماكن صعب وغبي، التطبيقات ما تشتغل عليه، عندي تطبيق كاميرا ما يشتغل، يشتغل عرض معكوس بالشاشة الداخلية. أنا راح أستثني الهبل اللي في الوسط، إنك تفتح الشاشة وفي طعجة في الوسط، يعني انا راح استثنيها، راح اقول ان عينك تتعود على، ما ادري ليش عينك تتعود على جهاز ب 1500 دولار يعني، بس راح امشيها. او يقول لك انت مستخدم عادي ما تحتاج كثير من التطبيقات، مستخدم عادي ليش شاري جهاز نفس هذا، هذا جهاز مو عادي، فالمفروض بما ان جهاز مو عادي يكون حق الاشخاص غير العاديين، فالمستخدم العادي يشتري جهاز عادي. الكاميرا الاماميه الحين، الكاميرا تحت الشاشه لزجاج الشاشه اللي هو جورلا جلاس اثبت فشله، فبالك زجاج الغبي مالهم، فيقول لك استخدمها ويب، ما ادري ليش استخدمه ويب، انا ما قاعد استخدم ويندوز اكس بي. لا وموفرين كفرات للجهاز يعني عافيه عليهم، الكفر الخلفي متماسك، الكفر الامامي مهلهل يعني ضعيف، يعني عادي انك تمسكه فجاه تلقى فالت من الطرف. بعدين ظنيت ان الكفر اللي عندي مو زين، رحت خذيت كفر ثاني اللي هو بسعر قريب ال 100 دولار، نفس النتيجه، الكفر الامامي لوحده من الشاشات غير متماسك. تجربة عشان ما أضيع وقتك، إذا كنت أنت بتشتري الجهاز عشان الجيمز فهو لا يصلح للجيمز، إذا كنت بتشتري للشغل فهو لا يصلح للشغل. هو جهاز إذا فرضنا أن الناس تراه شيء غالي ومهايطي، فممكن أنك تحطه على الطاولة كجهاز يونيك والله وجديد. أنا لو أني ما أشوف هالشيء، لأن لو أخذت تريمة حد داري، لكن يعني ممكن أعطيها الحسبة هذه، لكن كجهاز عملي خسي.